أهلا ومرحبا بكم طلاب برنامج التعليم المفتوح تلت أول مدمج، استكمالا لمحاضرات مقرر صناعة القرارات الإدارية. الفصل الثاني أسس وأساليب صناعة القرارات الإدارية. أولا الفرق بين صناعة القرار واتخاذ القرار. صناعة القرار عملية جماعية بينما اتخاذ القرار عملية فردية. صناعة القرار تتطلب دراسة تحليلية متأنية لكثير من المتغيرات في كثير من المجالات، الأمر الذي قد يصعب إتمامه بواسطة شخص واحد مهما كانت درجة علمه ومهاراته. بينما في عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون بواسطة فرد واحد، وذلك بسبب منع التضارب أثناء عملية التنفيذ، وكذلك حصر وتحديد المسؤولية. أساليب صناعة القرارات. تتبنى المنظمات العديد من الأساليب في صناعة قراراتها، منها ما يلي: أسلوب كمي، أسلوب غير كمي، أسلوب فردي أو أسلوب جماعي، أسلوب بسيط أو أسلوب مركب. الأسلوب الكمي يعتمد على استخدام بعض الطرق الكمية والأساليب الكمية في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة، بينما الأسلوب غير الكمي يعتمد على استخدام بعض الطرق والأساليب غير الكمية، مثل دراسة السوق في تحليل البيانات والمعلومات. وهناك أسلوب آخر، أسلوب فردي والأسلوب الجماعي. الأسلوب الفردي في صناعة القرار تتبنى المنظمات الأساليب الفردية في صناعة قراراتها، يعتبر خطأ جسيم سيؤدي إلى الفشل في علاج المشكلات علاجا جذريا، بينما الأسلوب الجماعي يعتبر هو الركيزة الأساسية في صناعة القرارات. أسلوب بسيط وأسلوب مركب. الأسلوب البسيط يعبر عن وضع قرار مفسر أصلا ولا يحتاج إلى قرارات أخرى لتفسيره، بينما الأسلوب المركب يعبر عن صناعة قرارا أصليا عاما ثم يتبعه عدة قرارات تفسر هذا القرار. أسلوب الخبرة. بعض المنظمات بتعتمد على أسلوب الخبرة والمشاهدة الذاتية والتقليد في عملية اتخاذ قراراتها، وهناك بعض المؤسسات تعتمد على الطريقة العلمية بدءا من تعريف المشكلة وانتهاءا بتنفيذ القرار وتقييمه. أسلوب شفوي. كثير من المنظمات تعتمد على الأسلوب الشفوي في اتخاذ قراراتها، وخاصة القرارات الروتينية المتكررة. أسلوب كتابي. تعتبر القرارات المكتوبة ضمان لمنع اختلافات الآراء وإكساب التنفيذ قوة وعدم تردد. أسلوب صريح وأسلوب ضمني. الأسلوب الصريح له مبرراته مثل السرية وعدم الاختلاف في الرأي وتأييد العرف السائد، بينما الأسلوب الضمني تساهم في زيادة الفهم ومنع الاختلاف في مواقف متغيرة ومواجهة التغيرات المستجدة. سمات أو خصائص القرار الفعال. القرار الفعال يتطلب تطبيق الأسلوب العلمي. القرار الفعال يتطلب المنهجية العلمية في التحليل. القرار الفعال يتطلب منظمة فعالة ومدير فعال.
القرار الفعال له تأثيرات استراتيجية طويلة المدى. القرار الفعال يدخل في طياته إمكانية التنفيذ. القرار الفعال يحقق أفضل النتائج الإيجابية. الفصل الثالث: الأسلوب العلمي في صناعة واتخاذ القرارات الإدارية. تمر عملية صناعة واتخاذ القرارات الإدارية بمجموعة من المراحل، 8 مراحل أساسية. تبدأ بمرحلة تحديد المشكلة، ثم تشخيص المشكلة، ثم جمع البيانات والمعلومات عن المشكلة، ويأتي بعد ذلك مرحلة توليد البدائل، المفضلة بين البدائل، اختيار البديل الأفضل أو الأنسب، ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذ القرار وتقييم النتائج. ويمكن توضيح هذه المراحل بالشرح على النحو التالي: أولا، مرحلة تحديد المشكلة. يجب مراعاة مجموعة من العوامل عند تحديد المشكلة: أن يكون التحديد دقيق وواضح، أن يكون هذا التحديد كميا قابلا للقياس. فالمشكلة المحددة تحديدا دقيقا تعتبر نصف محلولة. المرحلة الثانية هي مرحلة تشخيص المشكلة. يجب تشخيص المشكلة للتعرف على طبيعتها، هل هي مشكلة إنتاجية أم مشكلة تسويقية أم مشكلة مالية. المرحلة الثالثة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة، حيث يتم في هذه المرحلة جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة والمرتبطة بها، بحيث يتم استبعاد كافة البيانات والمعلومات غير الضرورية. المرحلة الرابعة مرحلة إنتاج وتوليد البدائل المختلفة، وهنا يتم توليد عدد من البدائل لحل المشكلة، ويشترط في هذه البدائل ما يلي: أن يكون البديل واقعي، أن يكون قابل للقياس، أن تساهم في حل المشكلة، أن تراعي ظروف وإمكانيات المنظمة. المرحلة الخامسة هي المفضلة بين البدائل المختلفة، ويجب أن تستند عملية المفضلة إلى معايير محددة وألا تكون شخصية. ومن المعايير التي يمكن استخدامها في عملية المفضلة بين البدائل المختلفة للقرارات ما يلي: معيار التكلفة، حيث يتم تفضيل البديل المحقق لأقل تكلفة. معيار الوقت، يتم تفضيل البديل المحقق لأقل وأسرع وقت. معيار الكفاءة، يتم تفضيل البديل المحقق لأعلى كفاءة. معيار الواقعية، يتم تفضيل البديل الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ. مرحلة اختيار البديل الأفضل، وفي هذه المرحلة يتم الاستناد إلى شروط الاختيار لتحديد البديل الأفضل. البديل الأفضل هو يسعى لحل المشكلة بأقل تكلفة ممكنة، يسعى لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن، يسعى لحل المشكلة في ظل الإمكانيات المتاحة، يسعى لحل المشكلة في ظل القيود واللوائح
والقوانين السائدة يسعى لحل أكبر قدر من المشكلة. مرحلة اتخاذ القرار، يجب أن تكون صياغة القرار واضحة ومحددة. يجب الإعلان عن القرار. المرحلة الأخيرة هي مرحلة متابعة تنفيذ القرار وتقييم النتائج المتعلقة به. يجب إجراء متابعة مستمرة لتنفيذ وتطبيق القرار بغرض إزالة أي معوقات تواجه عملية التنفيذ. ثالثا، دور التفكير الابتكاري في صناعة واتخاذ القرارات الإدارية. الفرق بين التفكير القالبي أو التقليدي والتفكير الإبداعي الابتكاري: أولا، من حيث الأسلوب المتبع في التفكير، نجد أن التفكير القالبي يتبع أسلوب جامد غير مرن، على عكس التفكير الابتكاري الذي يتبع أسلوب مرن. يعتمد التفكير التقليدي على منهج واحد غير قابل للتعديل، بينما التفكير الابتكاري لا يعتمد على منهج واحد بل يتقلب من نمط إلى آخر. التفكير القالبي يعتمد على أن نجاح التفكير في مرحلة سابقة هو دليل على احتمال نجاحه في مرحلة لاحقة، بينما التفكير الابتكاري يعتمد على كل ما هو جديد، يعتمد على حداثة التفكير. أما من حيث توليد البدائل والأفكار، فالتفكير القالبي يعتمد على بديل واحد، أما التفكير الابتكاري يعتمد على توليد عدة بدائل مختلفة. إذا صادف التفكير القالبي صعوبة في تطبيق البديل الأوحد، يتوقف العقل عن التفكير. أما التفكير الابتكاري إذا صادف هذا النمط صعوبة في تطبيق أحد البدائل، يتحول إلى بديل آخر. أما من حيث نقطة الارتكاز في التفكير، فنجد أن التفكير القالبي يرتكز على الأشياء المرئية ولا يتطرق للتخيل، وذلك على عكس التفكير الابتكاري الذي يرتكز على الأشياء غير المرئية والتخيل. مراحل عملية التفكير الابتكاري: مرحلة الإعداد والتشبع، مرحلة الحضانة، مرحلة التبلور، مرحلة التحقق. مرحلة الإعداد والتشبع يتم فيها قيام العقل المدرك بتجميع وتحليل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة محل الدراسة، ثم يقوم بالتركيز والاستغراق في التفكير بعمق، يصل إلى مرحلة التشبع حتى يصاب بالإجهاد ويلجأ إلى العقل غير المدرك. ثم يأتي بعد ذلك مرحلة حضانة الفكرة. تتم هذه المرحلة أساسا في العقل الباطن للإنسان، حيث يكون المبتكر في حالة هدوء وسرحان بواسطة عقله الباطن، حيث يتم استبعاد مؤقت للمشكلة. بينما نجد في الحقيقة أن العقل الباطن يكون في نشاط قوي ومركز على المشكلة للوصول إلى حل لها. مرحلة تبلور الفكرة أو الحل: بعد أن يحاول العقل المدرك بلورة الفكرة أو الحلول، وعادة تنتهي بالفشل، تحدث إشارة للمخ أو العقل المدرك في وقت لاحق وبدون أي مقدمات بفكرة حل المشكلة. المرحلة الرابعة: مرحلة التحقق من مدى صحة الفكرة. تهدف هذه المرحلة إلى التحقق من مدى صحة الفكرة التي تم الوصول إليها في المرحلة السابقة، ويتم التحقق من ذلك من خلال إما أسلوب داخلي في عقل الشخص المبتكر ذاته،
أو أسلوب خارجي بين الشخص المبتكر والآخرين من الزملاء والرؤساء. مزايا التفكير الابتكاري في حل المشكلات: يساهم في زيادة إحساس المدير بالمشكلة، يساهم في تحديد أدق للمشكلة، يساهم في توليد بدائل كثيرة، يساهم في الوصول إلى حلول غير تقليدية، كما أنه يساهم في الحلول الجذرية للمشكلات. الفصل الرابع: تحسين جودة القرارات. أولا، أساليب تنمية القدرة على التفكير الابتكاري من خلال مجموعات العمل: العصف الذهني، القائمة المعدة مسبقا، أسلوب المجموعة الإسمية. بالنسبة للعصف الذهني، فهو وسيلة للحصول على أكبر عدد من الأفكار من مجموعة من الأفراد في وقت قصير، وذلك من خلال عرض المشكلة وأن نطالبهم بأن يدلوا بأكبر عدد من الأفكار من أجل حلها. شروط العصف الذهني: تأجيل تقييم الأفكار، عدم وضع قيود على عملية التفكير أثناء جلسات العصف الذهني، كمية الأفكار هي المهمة وليس نوع الأفكار، البناء على أفكار الآخرين وتطويرها. أما بالنسبة للقائمة المعدة مسبقا، هو أسلوب قائم على ما يشبه القائمة المعدة مسبقا، والتي تتضمن مجموعة من البنود ويمثل كل بند منها نوعا معين من التغيير أو التعديل للشيء محل التفكير. فإذا أردنا استخدام هذا الأسلوب لتطوير منتج ما، فسوف تكون القائمة المعدة مسبقا تتضمن الأسئلة التالية: هل يمكن استخدام المنتج في أغراض أخرى؟ ما هي؟ هل يمكن تعديل بعض مواصفاته؟ ما هي؟ هل يمكن إضافة عنصر جديد للمنتج؟ هل يمكن تصغير حجم المنتج الحالي؟ هل يمكن استبدال عنصر بعنصر آخر في المنتج؟ أسلوب المجموعة الإسمية: يمر تطبيق هذا الأسلوب بالخطوات التالية: يقوم كل عضو بتسجيل أفكاره تجاه المشكلة المطروحة كتابة وفي صمت، يقوم كل عضو في دوره بعرض فكرة واحدة على الجماعة، ويتم تأجيل المناقشة إلى أن ينتهي كل الأعضاء من عرض أفكارهم، ثم تأخذ الجماعة بعد ذلك مناقشة الأفكار المطروحة، وذلك بغرض توضيح النقاط الغامضة وتفسيرها وتطويرها. وفي النهاية يقوم كل عضو منفردا بترتيب الأفكار، ثم يتم التصويت من جانب أعضاء المجموعة على أولوية الأفكار، ويتحدد قرار الجماعة على أساس الفكرة التي تحصل على أعلى درجة أو المرتبة الأولى.